السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الجزء الثالث والأخير للمحاضرة الثامنة عن الـ PKI Certificate System اللي هو الـ Public Key Infrastructure Certificate System. إيه الفكرة؟ فكرة إن أنا عايز أعمل Certificate للـ Digital Signature دي عشان ما يتمش التلاعب بيها اللي إحنا اتكلمنا عليها في الجزء الثالث من المحاضرة. احنا المفروض ان احنا نفهم ايه في الجزئيه دي، ان احنا نديسكرايب البي كي اي سيرتيفيكت سيستم اركتكتشر والماستر امبلمنتيشن للبي كي اي سيرتيفيكت سيستم. طيب يعني ايه ديجيتال سيرتيفيكت؟ اه حاجه ديجيتال سيرتيفيكت دي بكل بساطه هي ريفير، ممكن نسميها اس سيرتيفيكيت عادي خالص، كشهاده مصداقيه لحاجه معينه، ودي بيقدر يأثر ليها حاجه اسمها سي اي سيرتيفيكت اوثوريتي، تمام، عن طريق استخدام الديجيتال سيجنتشر اللي هي طلعت لي من عمليه الهاشنج اللي شرحناها في الجزء اللي فات. انكلود ايه؟ بتتضمن البابليك كي، الاونر بابليك كي، والايدنتيتي انفورميشن. طب ليه؟ لان بكل بساطه انا قلت لحضرتك ان انت ممكن يكون الشخص اللي قدامك ده مش الحقيقي، يعني ممكن ده ما يكونش امازون. اتكلمنا قبل كده ان والد الهاكر يعمل ويب سايت شبه امازون، وان هو حضرتك هتعمل البروسيس كلها وهتشفر وتحط الصناديق وكانك فاكر انك بتتعامل مع امازون، بس الحقيقه ان ده شخص تاني غير امازون. فانا ايه اللي يضمن لي ده امازون؟ السيرتيفيكت اللي تقول ان ده امازون، ودي بتحمل البابليك كي بتاع امازون والايدنتي انفورميشن بتاعته. هي ليها كذا نوع زي السيلف سايت سيرتيفيكت، اللي هي السيرتيفيكت اوثوريتي سيرتيفيكت، واللوكال سيرتيفيكت، واللوكال ديفايس سيرتيفيكت. بص يا فندم، الاستراكشر بتاع الديجيتال سيرتيفيكت ده كالاتي: اولا انا بيبقى عندي في سيمبل ديجيتال سيرتيفيكتس، يعني في عندي ديجيتال سيرتيفيكتس اصغر من اللي شفناه في الصوره دي، تبقى بسيطه جدا وبتحمل البابليك كي بتاع حضرتك، اسمك والديجيتال سيجنتشر بتاعتك بس. وبيبقى عندي حاجات زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، ودي تتبع لي ال 509 فيرجن 3، ده اسم السيرتيفيكت دي. جميل. ودي بقى هنا بتحتوي على ايه بقى؟ بتحتوي على البابليك كي واسمك والديجيتال سيجنتشر بتاعتك اللي اداها لك السيرتيفيكت اوثورتي، والاوبشنال انفورميشن زي الفاليديتي بيريد بتاعت الشهاده دي قد ايه؟ الشهاده دي فات لمده قد ايه؟ والبيريد بتاع الكي قد ايه؟ والاشورنج للسيرتيفيكت اوثورتي نيم اللي اداها لك السيجنتشر اصلا، والسيريال نمبر بتاعك. طب تعالى ناخد واحده واحده فيهم بالتفصيل. مبدئيا الفيرجن. الفيرجن ده بيتحكم فينا اهو، الفيرجن بتاع الشهاده دي ايه؟ يعني هي ليها كذا فيرجن. السيريال نمبر، وده رقم يونيك للشهاده دي. زي كده لما حضرتك بتاخد شهاداتكم بيكون فيها ايه؟ سيرتيفيكت كود، صح؟ حاجه شبهها كده، رقم يونيك للشهاده بتاعت امازون. تمام؟ السيجنتشر الجوريزم يعني ايه؟ الالجوريزم اللي اتعملت بيه الشهاده دي، عشان بس عشان محدش يبقى تايه من احنا بنتكلم على ايه؟ اجل شرحنا ايه السيجنتشر الجوريزم. طب الاشر يعني ايه؟ قال لك ده اسم الديفايس اللي عمل انشورنس للسيرتيفيكت، وده غالبا بيبقى السيرتيفيكت اسنتيتي، اسف سيرتيفيكت اسنتيتي سيلفر اللي اداك الديجيتال سيجنتشر. الفاليديتي، الشهاده دي فاليد لمده قد ايه؟ السبجكت نيم، هي الشهاده دي تبع ايه بالظبط؟ هل انت اللي حاطط لها نيم، حاطط لها اسم معين الشهاده دي، ولا الشهاده دي ايه قصتها؟ السبجكت بابليك كي انفورميشن، المعلومات بتاعت البابليك كي بتاع حضرتك. تمام؟ الاكستنشنز، ودي معناها ان ده بيبقى جزء اوبشنال، ممكن نحط فيه حاجه اسمها السي ار ال ديستريبيوشن ادرس بتاع حضرتك. سيجنتشر اللي هي الديجيتال سيجنتشر، فاكرها احنا شرحناها، اللي هي بتتضمن البرايفت كي بقى بتاعك. بيقول لحضرتك ان انا عندي ثلاث قواعد للشهاده دي، بيكونوا بثلاث مناظر. اول حاجه حاجه اسمها البي كي سي اس 12، ودي حضرتك شهاده بتقدر حضرتك انك تسيفها باستخدام البرايفت كي او من غير استخدامه، اتس اب تو يو، يعني with or without a private key. في صيغه باينري فورمات، وبيكون الاكستنشن بتاعها دوت بي 12 او دوت بي اف اكس، ده الاكستنشن بتاع الشهاده. وخلي بالك ان الشهادات دي هتلاقيها في البراوزر بتاع حضرتك، ما
وانت فتحت البراوزر فتحت في حته السيرتيفيكت هتلاقي في فايلات بالاسم ده او الداير، وده برضو شهاده بس دي بنحطها من غير البرايفت كي بتاعك، وبتكون في شكل باينري فورمات، وبيكون داير او ساير او سي ار تي، ده الاكستنشنز بتاعها. او بيم، البيم نفس فكره البي كي البي كي سي اس، ولكن البيم بتخزن في صيغه اسكي فورمات، بتكون دوت بيم او دوت كاير او دوت سي ار تي. طيب انا ليه محتاج الشهاده دي؟ ريكاب كده سريع، هو انا ليه محتاج القصه دي كلها؟ تعالى كده ناخد كده الداتا كده واحده واحده، هنعتبر ان ده انا وده حضرتك وده هاكر. جميل؟ فاحنا تعالى كده هنقول اس سندر ار ريسيفر اتش هاكر. جميل جدا. بص يا قائد، الداتا وهي عندك ده بلان تكست، فاي حد ممكن يسرقها او يتلاعب بيها. بعد كده انت عملت لها انكريبت عن طريق سيمتريك كي كريبشن، ده مفتاح، فممكن حضرتك ان هو المفتاح ده احنا اتفقنا ان لو انت سيمتريك هو مفتاح واحد بيشفر وبيفك التشفير، فممكن يتسرق او ممكن حد يعمل له جس، حد يعرف يفك القفل ده. طب لا، ده انت عملتها بابليك كي كريبتوغرافي. جميل، بس مشكلتك في البرفورمانس، الوقت بتاع الداتا دي اتباعت، حجم الداتا اللي بتتباعت. طيب جيت انت عملتها سيمتريك وبابليك كي كريبتوغرافي، ممكن يجي الهاكر ده وزي ما انا قلت لك يعمل نفسه واحد مننا. تمام، ديجيتال سيجنتشر ممكن يلعب في الهاش ويبعت لحضرتك زي ما انا قلت لك البصمه تكون مطابقه للبصمه اللي هو عايزها. علشان كده انا عشان اتفادى كل المشاكل دي بستخدم البي كي اي ديجيتال سيرتيفيكت، لان هنا هو بقى ما يقدرش انه يتلاعب في البصمه دي. اوكي، يقول لك البيزك بي كي اي كونسبت ان البي كي اي بيبروفايد سيرتيفيكت مانجمنت، اداره السيرتيفيكتس دي عن طريق سنترال او سيرتين ستاندردز معينه، وبيستخدم البابليك كي عشان يبروفايد سكيورتي سيرفيس لكل النتورك ابلكيشن. لكن البي كي اي يبقى بيزك اصلا في حته الاي كوميرس وكور في الانفورميشن سكيورتي. بيقول لك ان النتورك انفورميشن تكنولوجي ديفلوب ان الاي كوميرس انكريز يوز واكسبتد، عشان كده هوفر الاي كوميرس ستيل برضه فيها بعض المشاكل. طبعا الاي كوميرس اظن كلنا عارفينها ستيل بيكون فيها بعض المشاكل، زي ايه؟ الترانزاكشن بارتس كان نوت فيريفاي ذا ايدنتيتي اوف ايتش اذر، انا وانت ما نقدرش ان احنا نفيريفاي ان ده انا وده انت اللي انا عايز ابعت له، انت ما تقدرش تفيريفاي ان انا يوزر عادي مش هاكر، وانا ما اقدرش افيريفاي ان انت السيرفر مش هاكر، ان انت امازون مش هاكر. الداتا may be ever drop، يا اما يحصلها دروب وهي بتتبعت لك، او يحصل فيها تغيير اثناء ما بتتبعت والانفورميشن مش سكيور. في نفس الوقت مفيش بيبر ريسبت، ايه مفيش حاجه ورقيه ملموسه، فانا ما اقدرش ان انا اعرف التغير في الداتا واقدر احاسب الشخص اللي عمل كده. بقول لحضرتك ان البروبلمز دي كلها جه البي كي اي وحلها في حته الاي كوميرس. وخلي بالك حضرتك ان الاي كوميرس ليه لايف سايكل معين، اسف البي كي اي ليه لايف سايكل معينه فيقدر يحل مشاكل الاي كوميرس دي. بت انكلود ايه؟ الاشنج للمشكله، استخدام الديجيتال سيرتيفيكت. يعني ان البي كي اي بيستخدم السيمتريك كي كريبتوغرافي والبابليك كي كريبتوغرافي الاثنين مع بعض، والديجيتال انفولب والديجيتال سيجنتشر. طيب بنتكلم على البي كي اي سيستم ستراكشر، الاستراكشر بقى نفسه بتاع البي كي اي بتاع البابليك كي ايدنتي ده. ايه الاستراكشر بتاعه؟ قال لك بص، هو بيتكون من بعض الحاجات، اول حاجه اند انتيتي، ثاني حاجه سيرتيفيكت اثوريتي، ثالث حاجه ريجستريشن اثوريتي ار اي، رابع حاجه سيرتيفيكت وسيرتيفيكت ريفوكيشن ليست السي ار ال داتا بيس. تعالى ناخد واحده واحده منهم ونعرف ايه قصتهم. قال لك الاند انتيتي ده بكل بساطه ان البي كي اي انتيتي او الاند انتيتي ده الاند يوزر، حضرتك اللي بيستخدم البي كي اي ده حضرتك او مؤسسه او جهاز راوتر او فاير وول او خلافه. تمام، يبقى الاند انتيتي ده اللي هو الاند يوزر بالنسبه لي. السي ايه؟
قال لك ده السيرتيفيكت اوثوريتي، وده تراستد انتيتي، بيبقى حاجه تراستد ذات ايشو ومانج الديجيتال سيرتيفيكت. هو اللي بيقول لو في ديجيتال سيرتيفيكت حصلت بيمانج ليها. قال لك السي اي از ان اوثوريتيف وتراست ورث وي فير ثيرد بارتي اورجانيزيشن. جنرالي السي اي از سيلفر، ده بيبقى سيلفر. فور اكزامبل سيلفر بيستخدم ويندوز سيلفر 2008 او ويندوز سيلفر 2012 او لينكس سيلفر، هو ده بيكون فكره السي اي. قال لك ان السي اي ده موجود في التوب هيرولوجيكالي شيب للروت سي اي اند اذر سب اوردينيت سي اس. بيقول لك ان الروت سي اي بيكون عندي حاجه اسمها روت سي اي، ده بيبقى اول سي اي، وده التراست بوينت اللي موجود في البي كي اي اصلا. وده حضرتك تو ايشو السيرتيفيكت تو السب سي اس، بيكون عندي في سيرتيفيكت سنتيتي اوثوريتي معينه وعندي كذا سب اوردينيت ليها، هو اول واحد اللي بيقشوا الدنيا، والسب اوردينيتس بيقشوا لو في اي سيرتيفيكت حصل فيها اي تغير. لو حضرتك ان الروت سي اي هولد ا سيلف سيجنتشر سيرتيفيكت برضه بي. طيب ده الشكل بتاع الموضوع، ده الشكل بتاع الاستراكشر. انت هو عندك كاند يوزر، حضرتك بتطلب انك تداونلود السيرتيفيكتس عشان تعرف تستخدم الموقع. خلي بالك ان حضرتك بكل بساطه ما تقدرش انك تستخدم موقع ما عندكش السيرتيفيكت بتاعته، وعشان كده احيانا تيجي تخش على الموقع تلاقي الموقع ايه، المره واحده البراوزر مطلع لك قال لك جو باك، وده ريكومندد ان في دينجر في الموقع ده، ده ان هو ما عندوش سيرتيفيكت ليه. تمام، حضرتك ممكن يكون ويب او ديسك او ايميل جاي لك، حضرتك بتابلاي فور ا رينيو سيرتيفيكت بي كي اي يوزر اند. حضرتك بيبقى ساعتها بتتعامل مع الار اي او مع السي اي، وهما اللي بيشوا البوينت. جميل، ايه بقى دورة حياة اصلا البي كي اي دي؟ يعني البروسيس بتمشي ازاي؟ قال لك ان البي كي اي بتمانج الانتاير لايف سايكل اوف اللوكال سيرتيفيكت، انكلود الابلكيشن، الايشو، الستورج، الداونلود، الانستيوليشن، الاوثنتيفيكيشن، الرينيوال والريفوكيشن. يعني ايه في الاول سيرتيفيكت ابلكيشن؟ قال لك ان اي ابلكيشن عند حضرتك ليه سيرتيفيكت، وبيبدا السيرتيفيكت اوثوريتي هو اللي يدي السيرتيفيكت للابلكيشن ده. ولو انت حتى لحظه مش مدرك هنتكلم في ايه، زي ما احنا قلنا حضرتك علشان انت في الاول كنت بتبعت الصندوق وبتبعت معاه بعد الهاش ديجيتال سيجنتشر، فانا رحت عامل ديجيتال سيرتيفيكت وموزعها عليكم كلكم، قلت لك ان والله امازون ده الديجيتال سيرتيفيكت بتاعته، فما حدش يقدر يتلاعب بالديجيتال سيجنتشر دي. المهم نرجع كده في النقطه دي، فانا اي ابلكيشن عندي بيكون لي سيرتيفيكت، وحضرتك بترجستريت عن طريق السيرتيفيكت سيرتيفيكيشن، وهو اللي بيوبتين السيرتيفيكت دي. سيرتيفيكت ايشو، قال لك اف ان اللي هو الار اي افيلابل، فالار اي بيفيريفاي البي كي اي انتيتي ايدنتيتي انفورميشن. وظيفه الار اي ان هو يفيريفاي ان المعلومات دي حقيقيه علشان يعمل بيها لوكال سيرتيفيكت من الايه السيرتيفيكت ايدنتيتي، سوري انا اسف. وبعد ما البي كي اي بينتر البوست فيريفيكيشن، بعد ما يتعمل فيريفاي الار اي بيبعت ريكوست للسي اي، والسي اي بيبدا يجنريت سيرتيفيكت ليه. عشان تبقوا فاهمين الفكره، وظيفه الار اي انه يطمن ان المعلومات اللي جايه له صح عشان يبلغ بيها السي اي، والسي اي يبدا يطلع سيرتيفيكت للابلكيشن ده او للويب سايت ده. سيرتيفيكت ستورج باينه بكل بساطه، هي دي الداتا بيس اللي بتخزن فيها كل السيرتيفيكتس دي عند حضرتك. سيرتيفيكت داونلود هي العمليه اللي بتتم ان حضرتك بتداونلود سيرتيفيكتس عشان تقدر تاكسس موقع، وطبعا تشيرهم زي الاتش تي بي. على فكره هنشوف الكلام ده دلوقتي. سيرتيفيكت انستيليشن، حضرتك بعد ما حصل داونلود السيرتيفيكت بيبدا يحصل لها انستيليت عندك على الجهاز، بتتخزن عندك في الميموري. حابب يوريك العمليه بجد بتبقى شغاله ازاي. فايه اللي بيحصل؟ بيقول لك on a PKI network ال PKI entity apply for a local certificate from a CA اللي هو certificate authority and the applicant device authorized the certificate. يعني ايه؟ هنعتبر ان ده فاير وول عايزه تريكوست certificate. طبعا هم على فكره ده وده نفس الحاجه، سواء عملها لك بشكل ميرور يعني.
قال لحضرتك ان الفاير وول طلبت من السي اي سيرتيفيكت، رد عليها بالسيرتيفيكتس اللي هو طلبتها، فبدات تعمل انستول ليها وبعتت البابليك كي والانتاير انفورميشن للسي اي ده. بعد كده ايشو ا لوكال سيرتيفيكت افتر فيريفاي از باست، يعني خلاص عرف اللوكال سيرتيفيكت بتاعته وخزنها عنده كلوكال سيرتيفيكت بعد ما تم عمليه الفيريفاينج عن طريق ار اي. وبعد كده بدا اي جهاز موجود يوبتين اللوكال سيرتيفيكت بتاعت التاني ويفيريفاي الكونكشن معاه. نقول تاني الكلام ده بصراحه وبكل بساطه، حضرتك بعت للسي اي طلبت الايه سيرتيفيكتس، سيرتيفيكت هو رد عليك بسيرتيفيكت انت عملتها انستول عندك، رحت انت بعت البابليك كي بتاعك وبياناتك علشان يبقى ليك لوكال سيرتيفيكت تخصك، فهو عمل فيريفاي البيانات دي صح عن طريق الار اي وراح بعت لحضرتك اللوكال سيرتيفيكت بتاعتك. يبدا كل الاجهزه اللي واصله على السي اي ده تبدا انت وهم تبعتوا لبعض اللوكال سيرتيفيكتس دي ويحصل ما بينكم كوميونيكيشن. لو حبينا نشوف حاجه زي كده، زي مثلا فكره ان حضرتك تلوجن على ويب بيج يوزنج اتش تي تي بي اس، احنا عارفينه كلنا اتش تي تي بي اس بتاع كاتب الويب بيج. فقال لحضرتك ان بكل بساطه الادمنستريتور كان يوز اتش تي تي بي اس عشان يسكيور اللوجن على ويب يو اي معينه، اتش تي تي بي اس سيرفر فور ديفايس مانجمنت. تمام، كان ده بيمبروف السكيورتي اس اس ال كونكشن، ده بيمبروف السكيورتي كونكشن الموجود سبيسيفيك على اللوكال سيرتيفيكت عن طريق الويب براوزر تراست اللي هو السي اي. يبقى في ويب براوزر تراست سي اي واصل ما بيننا، حضرتك ككلاينت عايز تكونكت على حاجه معينه فيروح بعت السي اي ده للفاير وول اللي موجود على السيرفر مثلا بتاع هواوي اتش تي تي بي اس سيرفر سيرتيفيكت، فبيبدا يحصل الاوبتين للكونكشن وهو يبعت لحضرتك السيرتيفيكت دي، فجهازك يسمح بانك تعرف تخش على الموقع ده. تاني، انت عايز تكونكت على جوجل، تمام، فيروح الفاير وول عند جوجل يعمل الاوبريشن اللي احنا شايفينها من شويه، بقى عنده السيرتيفيكت بتاعته، يروح باعتها لك تتخزن عندك، تيجي حضرتك تكونكت على جوجل يخليك تكونكت على جوجل بجد الحقيقي. ليه؟ لانك عندك سيرتيفيكت ان ده جوجل الحقيقي. طب في حاله الاي بي سيك في بي ان، قال لك هنا هو بيبقى نفس الموضوع، ولكن بيحصل ايه؟ بيكون عندي تانل اي بي سيك ما بيني وما بين حضرتك، جميل، وانا وانت بنتبادل السيرتيفيكت في التانل دي قبل ما يحصل ما بيننا كونكشن. عايز تعرف ده بيحصل فين؟ لما انت بتيجي تعمل ترانزاكشن بنكيه، لما حضرتك بتحب تحول فلوس لحد، بيحصل التانل دي ما بينكم، انت بتوبتين سيرتيفيكت من السي اي وهو بيوبتين سيرتيفيكت من السي اي، جميل، وبعد كده حضرتكم بتتبادلوا السيرتيفيكتس دي جوه التانل، يحصل فيريفاي للكونكشن، تبداوا حضرتكم تعملوا كونكشن مع بعض. طب ايه عندي تاني؟ نفس الفكره دي بس في الاس اس ال، نفس برضو الفكره حضرتك. الاس اس ال مشكلتي بس فيها في حاجه، هو نفس الفكره بس ده لو انت عايز تكونكت على سيرفر جوه شركه، يعني انت امبلوي عايز تكونكت على سيرفر بتاع شركتك وانت مسافر، يعني شركه نقول في القاهره وحضرتك مسافر في المانيا وانت عايز تكونكت على سيرفر شركتك، هو خليك تكونكت عن طريق اليوزر نيم والباسورد بتوعك، وبرضه هيعمل لك شهاده وهيعمل للسيستم شهاده ويخليكم تتبادلوا الشهادات دي، بس ده بالنسبه لي لو سكيورتي. ليه؟ لان لو حد عرف يوصل اليوزر نيم والباسورد شكرا، كان شيئا لم يكن، هيمثل ان هو حضرتك وهيطلع له سيرتيفيكت ليها وهيحصل التانل اكستشينج ده وكان شيئا لم يكن، وهتلاقيه حتى كاتب لك الكلام ده بيقول لك They can enter username password to access the internet. But this method has low security. ضعيفة جدا. If the username or password of an employee are leaked, attacker may access the inter-security casing information leakage. To improve network access security, a device can authenticate a user using a PKI
بي كي اي للاسف سيرتيفيكت، تبقى هي دي المشكله. طيب بعد كده حضرتك نروح نفتح براوزر لينا ونشوف، لو انا حبيت اشوف السيرتيفيكت عندي في السيستم عامله ازاي. لو انا جيت كتبت هنا اهو سيرتيفيكتس، هتلاقي عندك طبعا انا فتحت السيتنجز بتاعت الموقع عادي جدا، ممكن ادوس ان اوف يو سيرتيفيكت، هتلاقي عند حضرتك السيرتيفيكتس اللي متخزنه عندك على السيستم. وتقدر على فكره انك تمبورت سيرتيفيكت، وده حضرتك بيحصل في حاله ان الشركه عملت سيرتيفيكت تخصها تمام. وتقدر برضه حضرتك تقف عند السيرتيفيكت وتعمل لها فيو، وده بيبقى شكل السيرتيفيكت. انا حبيت بس اوريكم شكل سيرتيفيكت معينه، يعني مثلا دي سيرتيفيكت لحاجه موجوده يونايتد ستيت، الاورجنايزيشن ده اسمها، الكومن نيم اهو، الاوشر نيم اهو، الفاليديتي هي فاليد لمده قد ايه، نوت بيفور ونوت افتر، هي نوت بيفور 2021 نوت افتر 2046. البي كي اي انفورميشن بتاعتها اهي، وادي حضرتك البابليك كي فاليو معمول لها هاش، السيريال نيم اهو قدام حضرتك هو السيريال نمبر، وده حضرتك الالجوريزم بتاعه ايه بالظبط، هو فيرجن ايه، وتقدر حضرتك انك تداونلوده. الفينجر برينت خد بالك دي اس اتش اي، يعني دي معمول لها هاش. السيرتيفيكت اثوريتي اه طبعا معمول لها سيرتيفيكت اثوريتي. البروبس بتاعتها ايه، ديجيتال سيجنتشر وسيرتيفيكت سيجنتشر وسي ار سي ار سيجنتشر، والسبجكت كي بتاعها اهو الرقم بتاعها اهو. نقدر ان احنا نشوف غيرها؟ اه طبعا نقدر ان احنا نشوف غيرها. انا بس عايز اجيب لكم حاجه مشهوره شويه، اسف مفيش. بتاعت امازون اهو، ده امازون. تعال حضرتك نشوف امازون جواها كذا سيرتيفيكت، سيرتيفيكت 1 و2 و3 و4. تعال ناخد سيرتيفيكت منهم نعملها كده فيو. اظن كلنا عارفين امازون، خلي بالك ده روت سيرتيفيكت اثوريتي، ده روت اهو مكانها في يونايتد ستيت، الاورجنايزيشن امازون طبعا كلنا عارفينها. الكومن نيم قال لك ده سيرتيفيكت ليها علاقه بالروت سيرتيفيكت اثوريتي بتاع امازون رقم واحد، وحضرتك هي بدات من 2015 وهتخلص الفاليديتي بتاعت الشهاده دي في 2038. الالجوريزم ار اس اي ده نظام التشفير الروسي، السايز 2048، المديولة اهو قدامي. لو انا حبيت اشوف السيريال نمبر، ادي السيريال نمبر بتاعها، وبرده معمول سيجنتشر الجوريزم باستخدام الار اس اي مع الاس اتش 256. حلو، وادي الاس اتش 256 الكود بتاعها عامل ازاي، وادي السبجكت اي دي، دي حضرتك الشهاده. تقدر حضرتك تمبورت؟ اه تقدر طبعا تمبورت لو انت عندك شهاده موجوده بالمنظر ده. تقدر تاكسبورت بتاعك، يعني شوف لو احنا حابين نعمل اكسبورت شهاده امازون، هنقول اكسبورت طبعا هو هيعملها نو اكسبورت في الداونلود، تعالى نعمل اكسبورت على الديسكتوب عندي ونعمل لها سيف، وكده عملنا لها اكسبورت. ادي منظر الشهاده اهو يا فندم، اول ما انت هتدوس انستول سيرتيفيكت هيروح مخزنها عندك. ده منظر الشهاده، هيقول لك هي ايه قصتها وفاليد من قد ايه لقد ايه، الديتيلز بتاعتها هي كلها بالكامل، السيرتيفيكت باص اهو. تقدر حضرتك انك وعلى فكره الشركه بتبقى عامله المنظر ده، تروح جايه عامله له امبورت عند حضرتك. ده كده يا فندم بالنسبه للجزء الثالث من المحاضره، اتمنى ان هي تكون المحاضره مفيده. هي حجم المحاضره كتوقيت مش كبير، ولكن هي دسمه بالمعلومات تمام. طبعا feel free to contact me على الايميل. اتمنى ربنا تكونوا استفدتوا المحاضره الثامنه، وان شاء الله اشوفكم على خير. السلام عليكم.